سؤال متكرر للمريض يقول لي يا دكتور أنا بسمع إن ممكن الجسم يرفض الكبد المزروع، هل ده صحيح ولا لا؟ المناعة في جسمنا ربنا خلقها علشان تهاجم البكتيريا أو الميكروبات والفيروسات الضارة اللي بتصيب الجسم، لكن ممكن يحصل إن الجسم يهاجم الكبد المزروع لأن المناعة اللي في الجسم بتعتبر إن الكبد الجديد ده جسم غريب، فبتبدأ إنها تهاجم أنسجة وخلايا الكبد. ممكن يكون الرفض حاد في خلال 4 لـ6 أسابيع الأولى بعد العملية، أو ممكن أن يكون مزمن ودي حاجة نادرة 5% في الحالات بعد مرور 6 أشهر على الزراعة. وأبرز أعراض رفض الجسم للكبد المزروع بتكون ارتفاع في نسبة الصفرة، ارتفاع في إنزيمات الكبد، الإحساس بالتعب والإعياء الشديد، صداع، ارتفاع في درجة الحرارة، ألم بالبطن أو تغير في لون البول. وبنتأكد من تشخيص رفض الجسم للكبد المزروع عن طريق أخذ عينة من الكبد الجديد للفحص الباثولوجي لتحليل الأنسجة وخلايا الكبد. لكن مفيش قلق مطلقاً إذا حدث رفض للكبد المزروع لأن العلاج بتاعه بقى سهل ويمكن اتخاذ إجراءات لمنعه، ويتم علاجه إذا حدث باستخدام الكورتيزون ومثبطات المناعة. وعشان كده من المهم جداً إن المريض بعد زراعة الكبد بيمشي على أدوية مثبطة للمناعة مدى الحياة لمنع رفض الكبد الجديد. بشكل عام متوقع ان احنا بعد الزراعة المريض بيمشي على ادوية كتيرة، مع الوقت في ادوية بتقف وفي ادوية بنعدل الجرعات او بنخفض جرعاتها. الهدف هو الحفاظ على التوازن من منع رفض الجسم للكبد الجديد، ونمنع برضو العدوى وتقليل الاثار الجانبية الناتجة عن الاستخدام لمثبطات المناعة طويلة الامد. من المهم جدا ان المريض يحافظ على مواعيد المتابعة الدورية مع الطبيب، وياخد الأدوية اللي مكتوباله زي ما هي موصوفة، ويحافظ على نمط حياة صحي. وتمنياتنا بالشفاء العاجل.